الخير عليكم في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبقنا. ان شاء الله هنكون معاكم من الساعه 12 للساعه 1 مكملين في الوجبات الجميله والحلوه والسهله. طبعا تقدروا اللي احنا بنعمله في اليوم تقسموه، مش لازم يتعمل في يوم واحد. انا بحاول اديكم افكار دايما في الحلقه اللي احنا بنعملها، بتبقى افكار لكذا يوم اكل، مش اكل واحد، مش اكله واحده او مش فكره لغدا يوم واحد. النهارده هنعمل وصفات حلوه جدا، كلها برضو تقدروا تعملوها منفصله زي ما احنا اتفقنا، وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا ومميزه وخفيفه وزي الفل. تعالوا بقى نشوف اول حاجه هنعملها. هنعمل البوريك بالسبانخ وبالجبنه الفيتا، برضو تقدروا تغيروا في الحشوه زي ما انتم حابين، بس بجد الحشوه دي في منتهى الجمال. الناس اللي مش بتحب السبانخ هتغيروا وجهه نظركم خالص لو ذقتوا البوريك اللي احنا هنعمله دلوقتي. تعالوا نشوف مقاديره، وقبل ما نقول المقادير ما تنسوش تكلمونا على ارقام التليفون اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، كلمونا طول الحلقه واسالوني على اي حاجه حابين اجاوب عليها، وفي نفس الوقت شاركونا كده الحلقه وقولوا لنا عاملين غدا ايه النهارده. تعالوا اول حاجه هنعمل البوريك التركي بالسبانخ والجبنه. محتاجه لفه جلاش، ومحتاجه 500 جرام من السبانخ، تقدروا تقللوا السبانخ شويه لو انتوا حابين كميه اقل من كده، وحبة بصل مفرومة، بصلاية كده صغيرة مفرومة، معلقة زيت زيتون، ما عنديش زيت زيتون يبقى هشتغل بزيت عادي زي ما اتفقنا، بنشتغل باللي موجود. زيت الزيتون هيديني طعم، اه طبعا هيديني طعم مختلف وحلو جدا وهيليق مع الموضوع. ما عندكوش خلاص اشتغلوا بزيت عادي. ملح وفلفل وكوباية من الجبنة الفيتا، وعندي كوباية من اللبن ممكن ما استخدمهاش كلها او هستخدم بقيتها مثلا واحنا للوش، وبيضتين وحبه البركه وسمسم. تعالوا نقول تاني المقادير. عندي لفه جلاش، وعندي 500 جرام من السبانخ، سواء بقى مجمد سواء فريش اللي موجود عندكم. انا كان عندي مجمد في الفريزر مكان ما احنا كنا مفرزين قبل كده السبانخ فطلعته وهنشتغل بيه. وعندنا كمان بصلايه مفرومه، ومعلقه من الزيت، زيت زيتون او زيت عادي، ملح وفلفل، وكوبايه من الجبنه الفيتا، وكوبايه لبن، وبيضتين وحبه البركه وسمسم. تمام، قالوا كده ايه، نحط بقى ايه معلقه، نعمل اول حشو، معلقه كده ايه زيت، وهبدا ايه انزل بالثوم الاول وبعدين البصل. السبانخ يعني من الحاجات اللي بتحب الثوم شويه، هحط كده شويه ثوم اهو، وهبدا انزل بعد كده بالبصل، بصلايه صغيره مش عايزه بصل كتير، يا دوب بصلايه كده صغيره، عايزه كده البصل والثوم يصفروا كده يتبلوا كده مع شويه الزيت اللي احنا حطيناهم. تمام، حابين برضو تزودوا مكعب مرق مع الموضوع تقدروا تعملوا كده، هيدي برضو طعم حلو جدا لو انتوا حابين. هبدا احط السبانخ بتاعتي. السبانخ انا زي ما قلت لكم كنا مجمدينها مع بعض، فانا طلعتها من الفريزر هشتغل بيها. لو عندكم سبانخ فريش تمام، عندكم سبانخ مجمده تمام، دي تنفع ودي تنفع. لو الفريش هتقطعوها قطع صغيره كده وتشتغلوا بيها، وهي لما تتشوح هتبدا ان هي ايه تكش كده وحجمها يكش ولونها يغير زي المجمده بالظبط، فدي او دي. هبدا بقى ايه ادي تقليبه كده البصل والثوم مع السبانخ بالشكل ده، اديها تشويحه كده. هبدا بقى احط شويه الملح، ممكن احط زي ما قلت لكم مكعب مرق بيبقى حلو جدا لو مكعب مرق خضار، احط شويه ملح كده، واحط كمان شويه فلفل اسود حلوين كده، وابدا اجيب الجبنه الفيتا. الجبنه الفيتا انا عايزه اقلبها مع السبانخ تبقى كلها داخله مع السبانخ اهي. ينفع تغيروا الجبنه، ينفع تشتغلوا بجبنه اسطنبولي، ينفع تشتغلوا مثلا جبنه قريش، ينفع تشتغلوا باي نوع جبنه انتوا حابينه مفيش مشكله خالص. اديني اسلام بس سمنه للطبقات اهو. بصوا عايزه بقى مجرد ما بحطها مع السبانخ على النار انا هتلاقي الجبنه دي كلها خلاص ما بقاش فيها حتت كده وكلها ساحت ودخلت مع السبانخ اهو كده بالشكل ده.
مش عايزه يبقى فيها جبن مكلكعه خالص، عايزه كل ده يدخل مع السبانخ. الطعم بقى بتاع الحشو ده بجد تحفه، طعمه حلو جدا، والناس اللي مش بتحب السبانخ بجد مش هتحسوا ان في طعم السبانخ الجبنه مع الثوم والكلام ده كله، مغيره الطعم خالص ومخليها حلو جدا. وطبعا الناس اللي بتحب السبانخ هتحبها جدا. انا من الناس بصراحه اللي بحب حشوات السبانخ جدا، ويعني بحس ان هي طعمها مختلف عن اي حشوه تانية. تمام اهو كده، ممكن بقى ايه يعني نقول للولاد مثلا احنا عاملين لكم جبنه خضراء مش عارفه ايه، نضحك عليهم كده شويه، هيحبوها جدا اول ما هيدوقوها لان طعمها بجد ممتازه مميز. صباح الفل. لا لا مش هيبان قوي طعمها، ولا ياسر الجبنه بتغير طعمها خالص. الو ممي. الو ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله دايما يا رب حبيبتي. اتفضلي. ازي حضرتك عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. تسلم ايدك والله. الله يخليك. حلقه امبارح كانت جميله جدا. تسلمي والله، ده كل الحلقات عشان انتوا بس اتفرجتوا عليها بتبقى حلوه. امبارح وحلقه الكبده برضك كانت جميله، كل حلقاتك جميله والله. تسلمي والله، تسلمي لي حبيبتي. الله يخليك. انا هجرب النهارده لسان العصفور اللي حضرتك عملتيه. جربيه بقى هيعجبك جدا، وخفيف، وزودي بقى فيه اي خضار انت تحبيه يعني. ايوه جميل قوي، عجبنا قوي، عجب بنتي الكبيره والله، قالت لي جميل جدا. الف هنا حبيبتي، الف هنا. عامله اكل ايه النهارده يا مي؟ انا والله قلت اتفرج على حضرتك بقى واروح السوق اجيب الحاجه. شوفي بقى بعد ما تتفرجي قولي لنا بكره رحتي سوق جبت ايه. بس اساس النهارده انا هجيب لحمه وهعمل لسان العصفور اللي حضرتك عملتيه. الف هنا، هتعمليها باللحمه، احنا ما قلناش بقى هتزودي عليها لحمه؟ ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي. هعملها بشوربه اللحمه. ماشي حبيبتي ان شاء الله. ماشي حبيبتي. الف هنا مقدمه. شكرا جدا. بصوا البيضتين هقوم رباهم كده واحطهم على الكوبايه بتاعت اللبن. انا هنا مش محتاجه خلاص اسيل، كنت هسيل شويه الحشو بس انا لقيتها تمام، مش محتاجه ان انا احط لها لبن في الحشو. هحط البيضتين على كوبايه اللبن واقلبهم كده كويس جدا، واحط عليهم شويه فلفل اسود، شويه ملح، ممكن كمان في ناس بتحط نص معلقه من البيكنج باودر بينفش كده البوريك، لو حابين تحطوه حطوه، هو انا بالنسبه لي بيبقى تمام حتى من غيره. اهو بقلب البيضتين مع كوبايه اللبن مع شويه ملح وشويه فلفل، بجهز كده الموضوع، وعندي شويه سمنه للطبقات، وعندي سمسم وحبه البركه كده عشان الوش. واحده واحده كده الحاجه معاك اهي كلها بالتفصيل، وهشيل الحشو عشان نبدا نشتغل على طول في البريك. معانا تليفون. ندى صباح الفل. ازيك يا فيه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. انا بحبك جدا والله العظيم. الله يخليكي، تسلمي حبيبتي والله، تسلمي لنا. بتابعك على طول من صورتي اي حلقه ليكي. والله ده شرف لينا حبيبتي والله، شرف لينا حبيبتي والله ان انتوا تتابعونا وتتابعوا وتشوفوا حاجاتنا وتعملوها وتطبقوها وتطلع مظبوطه معاك، وكل ده بيبسطنا. بتطلع جميله والله. الف هنا حبيبتي، الف هنا. قولي لي عندك اي سؤال؟ كنت عايزه اعرف طريقه عمل الكيكه بالشوكولاته. حاضر، هقول لك على مقادير ثبتيها لكيكه الشوكولاته والفانيليا والبرتقال. الناس اللي بتتفرج عليها من زمان خلاص بقت المقادير عندهم دول ثابته كده، في كام حاجه احنا بنعتمدها ما بنغيرهاش. هديكي مقادير مظبوطه، طبعا بنعمل كيكات كتير جدا وبنعمل كيكات بكذا مقدار وبنعمل حاجات متنوعه جدا، بس في كده مقادير بنبقى معتمدينها كده ايه دايما بنعملها. هقول لك عليها. حاضر، عينيا يا حبيبتي. ماشي ماشي يا حبيبتي، شكرا. بصوا احنا جهزنا كده الحشو وخلاص وشلناه من على النار، يبقى جاهز ان انا احشي بيه. وحطيت هنا بيضتين مع كوبايه لبن وملح وفلفل، تمام، وعندي هنا سمسم وحبه البركه للوش وسمنه سايحه عشان اعمل الطبقات. كل ده خلاص جهزته جنبي كده، تقومي بقى جايبه الصينيه بتاعتك دهناها سمنه كده، وتبداي بقى ايه تعملي الطبقات، كل طبقه والتانيه تحطي دهنة سمنة كده. أستاذ خالد صباح الفل. صباح الفل يا شيخ. إزاي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ بخير والله. أخبار حضرتك إيه؟ دايماً يا رب. الحمد لله والله بخير، كله زي الفل. يا رب دايماً كده يا رب. الله يخليك. والله أنا رنت على حضرتك قبل كده كذا مرة وكلمتك.
وبشكر حضرتك يعني على المجهود اللي انت بتعمليه بصراحه. الله يخليك يعني. الله يخليك. وانا من هواة المطبخ يعني عامه يعني. ايه اكتر بقى حاجات طيب بتدخل في المطبخ يعني تعملها بقى ومستنيينها منك؟ انا بحب المشويات عامه يعني. المشاوي دي طواجن. مفيش حد ما بيحبهاش بصراحه، والاكل الشرقي الجميل ده. طواجن، مشويات، كفته، الكلام ده كله انا الف هنا بحب اقف في المطبخ عشان الحاجات دي يعني. الف هنا. التتبيله لما بتطلع مظبوطه بتبقى حاجه تانية يعني. الف هنا. الف هنا استاذ فارس. انا بس انا كلمت حضرتك قبل العيد، انا بس يعني ده عتاب يعني، بس عتاب. نسيت حاجه قول لي بسرعه. والله لا، قبل العيد انا كلمت حضرتك كنت عايز اسالك على طريقه عمل لازانيا. أوكي. بس ما كانش في فرصه يعني. ولا ما سالتنيش اصلا؟ لا ما عرفتش اتواصل معاكي. تمام يعني. اوكي حاضر حاضر. هقول لحضرتك اللازانيا عينيا. ماشي حاضر شكرا. احيانا والله بيبقى غصب عننا، ساعات بيبقى في ضغط التليفونات فبيبقى في ناس بتتكلم ما بتعرفش توصل، بس يعني والله احيانا كتير برضو التليفونات بتبقى متاحه يعني. فحاضر هجاوب لحضرتك على اللازانيا عينيا. بصوا انا حطيت طبقه طبقه كده، وما بين كل طبقه والتانيه دهنه سمنه بسيطه، لو الزياده بقوم حطها كده جوه زي ما انتم شايفين، بتنيها كده على جوه. خلاص ببدا كده بالشكل ده، اعمل الطبقات بتاعتي ما بين كل طبقه والتانيه، بورق كده بايه، بشويه سمن، ممكن تحطوا شويه لبن مع السمنه لو انتوا حابين، براحتكم خالص. انا بالنسبه لي اللبن اللي في الاخر بيكفي تماما اللي انا عايزاه يعني، بيكفي تماما اللي انا عايزاه. بصوا بقى لو هاتني الورقه، هاتني مره من الناحيه دي ومره من الناحيه دي، مش تبقاش حته تخينه وحته رفيعه اهو. حابين تقصوا الورق قصوه، بس انا بالنسبه لي مش مستاهل نقصه خلاص. تمام، انا تنيت مره من الناحيه دي ومره من الناحيه دي عشان يبقى ايه الموضوع متناسق كده، ما يبقاش في حته تخينه قوي وحته رفيعه قوي اهو. بفضل اعمل نص الطبقات بتاعه الجلاش بالشكل ده، نصها من هنا ونصها من الناحيه الثانيه اهو، بتني وما بين كل طبقه والتانيه بدهن سمن لحد ما بخلص النص بتاع الطبقات، اقوم حاطه الحشو بتاعي، والنص التاني بقوم حطاه من فوق، من فوق بالظبط اهو كده. بحاول كده ايه اقسم الورق كده حتى بالتقريب يعني، بتني كده الجزء ده، مره بتنيه من هنا ومره بتنيه من هنا. خلاص اجي بقى عند اشوف كده انا ممكن احط ورقه كمان، وبعدين ابدا احط الحشو اهو. طريقه بسيطه وسهله. التوريق السمنه ده بيورق لي الجلاش اللي عندي او البوريك اللي عندي اهو كده يعني. قربنا خلاص نبقى عند نص الطبقات بتاعه الجلاش اهو. اخد بقى كده اثني المره دي من هنا، والنص بقى بتاع الجلاش ده مش هدهن فيه سمنه، هحط الحشو على طول. هبدا بقى احط الحشو بتاعي اهو، احط بقى كل الجبنه والسبانخ كده بالبصل والثوم. زي ما قلت لكم لو حابين كمان تحطوا مكعب مرق بيبقى طعمه في منتهى الجمال اهو. انا حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود، وخلي بالكم انا ما زودتش قوي ملح عشان لو الجبنه عندكم حادقه، خدوا بالكم من الموضوع ده يعني، وزنه كده الملح اللي في الجبنه، لان كل نوع جبنه انتوا يعني على حسب انتوا هتشتغلوا الجبنه ايه، ملح خفيف ولا مثلا لو حد هيحط اسطنبولي فهتبقى مالحه جدا، فخدوا بالكم على حسب انتوا هتحطوا الملح ايه. ابداوا ان انتوا تزودوا الملح بتاعكو او مكعب المرقه او الكلام ده كله، نبقى عاملين حسابه يعني. نبدا بقى ايه نحط الطبقات اللي من فوق برضو، كل طبقه والتانيه كده ايه بقوم مورقاها بدهنه سمنه، وخلي السمنه سايحه عشان ما تاخدش معاكوا سمنه كتير يعني، ما تبقاش يعني ايه السمنه لما بتبقى سايحه بتعرفوا تحطوا كميات اقل من لما تبقى متجمده. ببدا كده المره دي عملت من هنا، يبقى هعمل الثانيه من المره الثانيه من الناحيه الثانيه. بصوا عادي حتى لو في حاجه اتكسرت كده من جوه تمام، اهم حاجه الطبقه اللي من فوق افضل محافظه عليها
تبقى سليمة وكويسة. لو في حاجة كسرت مني من جوه مقطوع، أحط الورق اللي هو إيه مش سليم ده من جوه كده عشان أحشي بيه أو أملى بيه، مفيش مشكلة خالص أهو. طبعا عملنا وصفات كتير جدا، الجلاش المتقطع والناشف والحاجات دي نعمل بيه ايه؟ ما نرموهوش، لان عملنا حاجات كتير قوي في رمضان. قلت لكم تقدروا تستخدموه في ايه وتعملوه بايه، يعني عملنا كذا حاجه ان انتوا تستخدموه وتستغلوه فيها. وقلنا ان في وصفات بتبقى اصلا اوريدي احنا بنحتاج ان احنا نقطع الجلاش، فبالمره نبقى شغالين بيها في الجلاش المتقطع المفرول معانا اللي ما اتظبطش معانا. في ساعات بنجيب انواع وبتطلع مش حلو قوي، فبنيجي تبقى الورقه متقطعه خالص من بعض ما بنعرفش نشتغل بيها. فمهم قوي ان الحاجات دي نعرف نعمل لها وصفات تانية، واحنا عملنا كذا وصفه مع بعض للجلاش المقطع والناشف والكلام ده كله. خلاص بعمل بقى الطبقه من فوق زي ما قلت لكم كده، ايه ببدل من هنا ومن هنا عشان يبقى كله سمك واحد وكله متساوي وكله متورق كده ايه ما بين كل الطبقات بالسمنه. تمام. الجلاش من الحاجات اللي لازم نقطعها قبل ما ندخلها الفرن، لازم تكون مقطوعه عندنا قبل ما ندخل الفرن. انا عايزه الطبقه اللي من فوق تبقى يعني متساويه كده وحلوه. هبدا كده ايه اسويها عشان دي اللي هتبقى اخر طبقه، فعايزاها ايه تبقى مظبوطه كده ومتساويه وما فيهاش اي، عشان يبقى شكل الجلاش من فوق. بصوا اهو اكويها كده، ظبطها كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى اجيب السكينه واقطع، اجيب بقى السكينه كده ندهن دهنة سمنة كده نطري الجلاش، وابدأ بعد كده نقطع الجلاش مكعبات زي ما احنا عايزين او مربعات يعني زي ما احنا عايزين كده. نبدأ بقى ايه ندخل كده، ببدأ كده بالراحة عشان الورق عندي ما يقطعش، بالراحة خالص كده بقطع كده اهو. اعملها مثلا خمس مربعات، الصينيه عندي كبيره على حسب بقى الحجم بتاع الصينيه عندكم هتقطعوها كام عمود كده بالشكل ده اهو بالراحه خالص. مهم قوي ان احنا نقطع، الناس طبعا لسه جديده في المطبخ والكلام ده كله ما ينفعش تدخلي الجلاش من غير ما تقطعيه، لان لما يستوي مش هتعرفي، هيبقى خلاص اتكسر، هيتكسر معاكي مش هتعرفي ان انت تفكيه. هعمل دول كده على ثلاثه بالراحه عشان الجلاش ما يقطعش معاكم. حاسه ان انا محتاجه اجيب السكينه احسن تاني عشان ما تقطعليش الجلاش. تمام قوي بالنسبه لي اهو بالراحه كده اقسم الجلاش، وبعدين اقوم حاطه بقى فيه ايه البيض واللبن اللي احنا قلبناهم مع بعض مع الملح والفلفل، وارش بقى فوق الوش السمسم وحبه البركه بالراحه كده عشان الجلاش ما يقطعش معايا، تعمل معاه برفق خالص. استاذ ادم صباح الفل، ازاي حضرتك اخبار حضرتك؟ الله يخليك، كل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك بخير يا رب دايما واسره البرنامج. الله يخليك الله يخليك، الله يخليك، كل سنه وحضرتك بخير وطيب يا رب. وحضرتك بخير وتسلم ايديك على كل اللي حضرتك بتعمليه. تسلم والله، ربنا يخليك، ما شاء الله عليك يا. الله يخليك، شكرا جدا ليك والله. الله يعزك. كنت عايز اعرف حضرتك الصبيط المجمد، يعني انا كنت عايز اعمل طاجن وبانيه، تمام مش عارف هل مثلا هيستوي بسهوله ولا؟ طبعا هيستوي عادي بسهوله جدا، عادي هنعمله زي معامله الفريش مفيش مشكله خالص. يعني هيستوي بنفس المده عادي مفيش مشكله خالص.
يعني مش هيبقى مجلد كده. لا 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 لا، هنتبله تتبيله حلوه كده. هقول لحضرتك لو عايز تعمله مقلي او طاجن، عينيا هقول لحضرتك على تتبيله حلوه كده. ايوه يا ريت يا شيف. حاضر. الاسكندرانيه اساسا في موضوع لا ده الصبيت والطواجن دي لعبتنا. لا لا انا بجربها في اسكندريه ما شاء الله. الله يخليك. شكرا استاذ ايدك، شكرا لحضرتك. والله انا مبسوطه جدا كمان ان يعني ناس كتير من اللي بتتابعنا يعني الرجاله اللي بتحب المطبخ ودايما يعني حريصين ان هم يجربوا وصفات واكلات، ودي حاجه والله بتبسطنا جدا بجد. بصوا بقى خلاص انا كده شربت اللبن والبيض الجلاش، كل ده هيتشرب ويبدا ينفش بقى. هبدا ايه ارش كده شويه سمسم. تمام اهو، شويه حبه البركه، ممكن لو حابين جبنه برضو ترشوا اللي انتوا حابينه اهو. يلا ندخل الفرن. بصوا انا النهارده قبل الحلقه كده قررت ان انا اعمل معاكم كل حاجه على الهوا، يعني انا مش مجهزه حاجه بره الهوا. يلا تعالوا بقى ندخل ده كده الفرن، هيتشرب السوائل بتاعته ويبدا بقى ينفش كده. حاضر. بس هنبدا نحطها كده تستوي اهو. ممكن اقفل طيب الفرن يا استاذ اسر؟ شكرا. هنحطها فين طيب؟ ماشي ماشي. نرجع بقى الحاجات كده اللي احنا مش عايزينها. احنا كده عملنا بوريك بالسبانخ وبالجبنه، طعمه بجد في منتهى الجمال. على فكره ينفع بقى يبقى في وجبه برده لوحده كده، عاملين لهم نقطعهم بقى مكعبات بعد ما يطلعوا كده، او يعني نتك على الفتحات اللي احنا عاملينها او التقطيع اللي احنا عاملينها، وكله ياكله زي الفطير كده كانه فطير. بجد طعمه في منتهى الجمال وتغيير برده مع شويه مخلل، مش محتاجين اكتر من كده. تعالوا بقى نعمل وجبه ثانيه برده في يوم ثاني متكامل، هنعمل فتت شاورما بطريقه سهله وبسيطه وحلوه جدا، احلى بكتير كان من اللي احنا بنشتريها من بره. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل فتت شاورما مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، دلوقتي هنعمل فتت شاورما، نعملها بطريقه سهله وبسيطه كده وجميله ونحرشها كده ونخليها زي الفل. تعالوا نشوف مقاديرها ايه ونشتغل على طول فيها. محتاجين لفتت شاورما الفراخ، محتاجين 3 كوبايات من الرز. ممكن تشتغلوا برز بسمتي وممكن تشتغلوا برز مصري، اللي موجود عندكم واللي متوفر واللي سهل بالنسبه لكم اكتر اعملوه. مصري او بسمتي الاثنين ينفع. عندي 2 رغيف مقطعاه كده بالمقص، بقصه كده بالمقص مكعبات وبقوم محمراه في الزيت. طب مش عايزه زيت، هحمره في الفرن، هحط عليه شويه زيت وملح وفلفل كده وادخله حمصه في الفرن. عندي صدور فراخ، طبعا انا مش كاتبه وزن عشان اشتغلوا باللي انتوا عايزينه. انا مثلا مقطعه صدرين كده شاورما، قطعوه انتوا عايزين صدر واحد، عايزين بواقي فراخ عندكم اللي موجود عندكم. عندي بصل جوليان، 3 كوبايات من الزبادي، 3 علب يعني زبادي، ومعلقتين كبار من الطحينه، وعندي ثوم مهروس وملح وفلفل وورق لورا، وعندي حبهان وقرفه وكركم وكاري ولومي اللي هو الليمون المجفف، وعندي كمان عصير ليمون وزيت وبهارات وكوبايه من مرق الفراخ وبقدونس وسمنه. هقول مقادير تاني هتهيأ لكم كده الموضوع ان هو يعني كتير، لا هنشتغل واحده واحده زي ما احنا متعودين نبسط الامور خالص. عندي 3 كوبايات من الرز مصري او بسمتي على حسب اللي موجود عندكم، ورغيفين خبز محمصين، قلت لكم الطريقتين سواء في الزيت او في الفرن تعملوه ازاي، وصدور فراخ الوزن اللي انتوا موجود عندكم تقدروا تعملوه، وعندي بصلايا جوليان و3 كوبايات من الزبادي، وعندي كمان معلقتين كبار من الطحينه وثوم مهروس وملح وفلفل وورق لورا وحبهان وقرفه وكركم وكاري واللومي اللي هو الليمون المجفف وعصير ليمون وزيت وبهارات وكوبايه من المرق الفراخ وبقدونس وسمنه. تمام؟ تعالوا كده ايه هنشتغل كله مع بعض، هنشتغل الرز وهنشتغل معاه الفراخ، يعني هنمكس كده وهنبدا نشكل نشتغل كله في نفس التوقيت.
عندي الحله سخنه، هبدا ان انا ايه احط كده شويه زيت، حابين مكعب زبده برضو ينفع، احط شويه زيت هنا وهبدا ايه احط ورق اللورا والقرفه واللومي والحبهان. طبعا بصوا لو في حاجه مش موجوده عندكم الحاجات دي شيلوها عادي، الموضوع بسيط يعني، احنا بلاش في ناس بتبقى مثلا اخده الوصفه لو ما عنديش حبهان الوصفه خلصت، شيلي الحبهان عادي خالص، الموضوع يعني احنا الفكره في الموضوع ان احنا يعني بنطعم الحاجه، الحاجه اللي موجوده عندكم يا جماعه اشتغلوا بيها، اللي مش موجوده عندكم ما تشتغلوش بيها. هحط 3 كوبايات من الرز واديله تقليبه كده مع الدهون اللي انا حطيتها، سواء بقى حطيت مكعب زبده وشويه زيت، شويه زيت بس زي ما انتم حابين، وهقوم اقلباهم كده مع ورق اللورا والليمون المجفف وعودين القرفه او عود القرفه كده. يعني دي بالنسبه لي منكهات بنكه وبدلع كده الرز بتاعي، لو حاجه مش موجوده منهم مفيش مشكله خالص يعني مش ازمه، بنبدا ان احنا نشيلها ونحط حاجه ثانيه، نعمل شويه رز بالكاري كده والكركم اهو، احط شويه كاري وكركم اهو الشكل ده، سيب دول كده على جنب وابدا ايه اقلب كده تمام. وهبدا افلفل الرز بتاعي بشويه مرق، طب ما عنديش مرقه مكعب مرق مثلا وفلفليه بميه اهو، خلاص حط بقى الملح بتاعنا، انا هحط الملح ناقص شويه عشان عندي المرقه فيها ملح، حط رشه فلفل اسود، انتوا عارفين انا ما بحبش فلفل اسود كتير على الرز عشان بيغير لونه جدا وبيبقى مغمقه قوي، فيعني رشه بس اخد النكهه بتاعه الفلفل الاسود. بصوا اللون الجميل بقى، نبدا نعمل ايه، نفلفل كده شويه الشوربه الحلوين او شويه المرقه الحلوين، اديها تقليبه كده، طب كده كل اللي في الجوانب، نبدا يلا نفلفل تمام. هحتاج سوائل تاني، هزود ميه سخنه بوريك في الفرن اهو ابتدى ينفخ شويه والسوائل ابتدت تتشرب اهو، بصوا ندي تقليبه اهو كده بالشكل ده ونغطي، وبتغلي اهي هبدا اوطي عليها واسيبه يتفلفل على نار هاديه، ده كده الرز وخلص. تعالوا بقى ايه نبدا نعمل في الفراخ، الفراخ عندي الجريلا او طاسه او اي حاجه تشتغلي بيها على الفراخ، هحط شويه الزيت ونبدا نعمل ايه، ندي تشويحه للفراخ كده من غير اي حاجه خالص لسه، ولا هنحط توابل دلوقتي ولا اي حاجه، ادي كده ايه تشويحه على الجريل، نشيل الحاجات اللي مش عايزينها. ام هدير، هدير هدير ازيك يا غدير، ازيك يا شيف اسماء، ازيك يا حبيبتي عامله ايه اخبارك، انا وحضرتك طيبه، وحضرتك طيبه وبخير يا رب، ازيك يا شيف اسماء، كله زي الفل والله، والله ده انا بقالي 3 ايام بحاول اتصل بيك على اساس اقول لك كل سنه وانت طيبه، وحضرتك طيبه وبخير يا رب، وحضرتك طيبه الحمد لله يا حبيبتي، يا رب منورها لي وتبقي احسن شيف في مصر، الله يخليك يا حبيبتي تسلمي لي والله، كله زي الفل والله، انا امبارح حفظت البسيسه وقلتها لبنتي عملتها وتحفه، ليا وصفه بصراحه مضمونه 100% حبيبتي، الف هنا الله يخليك، الف هنا حبيبتي ألف والله هنا. يا شيف اسماء مش قادره اقول لك انا كاني شايفه، انا بريره على فكره، حضرتك كلمتينا قبل كده والله، أيوة. بجد يعني يعني لينا الشرف بجد ان حضرتك بتكلمينا والله بجد، ربنا ينورها لك، الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي لاولادك كده، اسلمي إيه حبيبتي، ما شاء الله ما شاء الله، الله يخليكي الله يخليكي، بس لسه اسالك على حاجه، اتفضلي اتفضلي طبعا، الله يخليكي، البسيسه اللي هي الصفرة احلى ولا البيضة؟ بصي انا بقول لبنتي الصفرة، الصفرة طبعا مش كده؟ اه طبعا الصفرة، انا بقول لها كده الصفرة طبعا،
الصفرة بتبقى جميلة. البيضة دي بتبقى محطوطة عليها مخلوطة بدي أبيض؟ لا هو دي الذرة الأصفر هو بيبقى كده يعني، دي الذرة اللي ما احنا بنشتغل بدي ذرة بنشتغل دي دي الذرة الأصفر. فبيديها لون كده. أيوة. بتبقى حلوة جدا. حلوة دي تحفة حبيبتي. قادرة أقول لك عارفة حسيت إن أنا كده ربنا يديكي طولة العمر إن أنا باكل أيام ماما. حبيبتي والله لا هي البسيسة دي جميلة بصراحة فعلا من أيام الزمن الجميل. ودايما الحاجات القديمه كانت بتتميز ان هي طعمها في منتهى الجمال وبسيطه في نفس الوقت يعني جميلة جميلة البساطه جميلة. هي اللي كانت بتديها طعم بصراحه. حبيبتي تسلم ايديكي وعينيكي الله يخليكي بجد بجد كانت تحفه ما شاء الله عليها. حبيبتي الف هنا حبيبتي الف هنا ودايما هستنى كده تكلمينا. الله يخليكي حبيبتي. في حاجه كمان على فكره اتعلمتها منك والله يا انا عجوزه وبعمل كتير قوي على فكره. ربنا يديك الصحه ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. عارفه اتعلمت إيه؟ ان انا اعمل الفراخ على الطاسه واقلبها قبل ما احطها علشان ما تنزلش. ايوه ايوه صح الموضوع ده بيفرق جدا على الحركه دي. ايوه بيفرق جدا بيفرق جدا فعلا ده حقيقي. فرقت فرقت كتير قوي حبيبتي الف هنا ودايما كده متعاهم باكلاتك كده ويعني ربنا يديك الصحه حبيبتي. بس ممكن كمان سؤال اتفضلي. حبه البركه اللي حضرتك بتسحريها ولا حطها؟ لا لا معلش انا اسفه يعني. لا يا حبيبتي اسالي اللي انت عايزاه انا معاكي. ربنا ينورها لك يا رب. الله يخليكي حبيبتي. حطها صحيحه صح؟ بتحطيها حبه البركه عادي بتحطيها هي والسمسم كده فوق الوش. ربنا ينورها لك يا رب. الله يخليكي اللهم امين. ما تحتاجي ابدا لاي حد. تسلمي حبيبتي تسلمي وتبقي احسن شيء في الدنيا كلها. الله يخليكي احسن حاجه بيكوا والله بجد 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 يعني مش قادره اقول لك يعني احنا فعلا فعلا بنحبك. تسلمي. بس خليهم يرد علينا والنبي. والله بيردوا والله. لا حرام هم بيردوا والله. هو احيانا بالتليفونات بتبقى ضغط والله. امبارح ما عرفتش اتصل والله بيبقى غصب عنهم يعني مش من عندهم. لا 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 والله ده هم ذوق جدا ومش قادره اقول لك على هم بيحبوا يعني الناس تكلمنا يعني فاحنا كلنا مستنيين تليفوناتكم دايما باستمرار. بس احيانا والله التليفونات بيبقى عليها ضغط غصب عننا يعني. لا 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 ده هم ذوق وسلمي لي على كل اللي عندك بتقول لهم ام غدير بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. هم سامعين حضرتك كل حضرتك طيبه وبخير يا رب. وانت طيبه يا تسلمي تسلمي يا حبيبتي الله يخليكي شكرا يا حبيبتي. بصوا بقى احنا عملنا ايه هنا حطينا شويه الزيت وشوحنا الفراخ كده من غير اي حاجه خالص من غير اي توابل وبعدين حطيت الكاري وحطيت شويه ملح وفلفل وسنه قرفه بسيطه وقلبت كل الكلام ده مع بعض وحطيت البصل الجوليان زي ما انتم شايفين كده ودلوقتي هحط عليهم الفلفل الالوان او فلفل اخضر على حسب ما انتم موجود عندكم. هبدا بقى اشوح كل الكلام ده كده مع بعض. تمام انا عايزه الفلفل يكون بيقرص شويه مش عايزاه يعني ايه طري ومهري كده هو والبصل برضو عايزاه يعني ايه ما يبقاش مهري من سوا اهو بالشكل ده كده خلاص. يبقى احنا كده خلصنا الفراخ. الرز معانا اهو هديله تقليبه وانقله كده هنا جنبي على العين الاهدى شويه اهو كده اديله تقليبه اهو هنقله بقى على العين الاهدى شويه كده تمام هنقله هنا كده والفراخ على النار. اخر حاجه تعالوا بقى نقسم الموضوع كده ان انا دلوقتي عندي العيش المحمص وعندي شويه السماق وعندي الصوص اللي انا هستخدمه للفته. يبقى انا كده قسمت الموضوع عملت الخلطه بتاعت الفراخ وعلى النار وعملت الرز على النار حمرت العيش عندي. بص طبعا الوجبه دي متكامله يعني انتوا مش هتعملوا حاجه جنبها فحتى لو حسيتوا ان هي فيها خطوات كتير هي الموضوع بسيط جدا هو محتاج بس تقسيم. خلصت العيش وحطيته على جنب بعمل الصوص وبرضه هعمله دلوقتي معاكم يعني هتشوفوه بنعمله ازاي والفراخ على النار والرز على النار. البوريك في الفرن لو حابين نبص عليه بصوا اهو بصوا شايفين الجمال الريحه بقى مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي السوائل اتشربت وبصوا نفخ ازاي وطعم وريحه بقى يعني هتدعوا لي بجد لو جربتوه. تصدق انا غلطانه
لا مش دلوقتي، هنبدأ نحط بقى نعمل الصوص بتاعنا، الزبادي والطحينة. تمام، تعالى يلا اسلام حط لي الحاجة اللي بعديها، والثوم، الزبادي والطحينة والثوم، شوية عصير ليمون بقى حلوين محترمين كده، وملح وفلفل مش كتير، رشه كده، وابدا بقى ايه اهو كده اقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي، اقلب الطحينه مع الزبادي مع الثوم مع عصير الليمون والملح والفلفل. عندي بقى شويه سماء وشويه كزبره خضراء او بقدونس اللي موجوده عندكم كده. انا كده خلاص بصوا جهزت الصوص بتاعي، جهزت العيش بتاعي، الفراخ عندي برضو تعتبر خلاص خلصت استوت. هستنى الرز كده ايه يعني قدامه شويه، فايه هدي تقليبه بس للفراخ كده، وبرضو هشيل الفراخ. يبقى احنا كده جهزنا، مستنيين الرز ايه يستوي عشان نركب الفته بتاعتنا. خلصنا الصوص بتاعنا، خلصنا العيش المحمص، الفراخ خلصت، عندي شويه سماء وشويه كزبره خضراء كده هزين بيهم، وهستنى الرز لما يستوي. تعالوا بقى ايه هنشوف نوع حلو كده بسيط وسهل جدا ومقاديره يعني في منتهى السهوله والجمال، هنعمله مع بعض بطريقه سهله. هنعمل بسكوت بالبودنج الكراميل والشوكولاته، هنعمل بودنج كراميل وبودنج شوكولاته، ونعمل معاه كمان بسكوت. بصوا نوع حلو كده سهل وبسيط وفعلا يعني حلو جدا، وخصوصا ان خلاص الجو ابتدى كمان يحرر شويه، فبنبقى عايزين كده ايه ناكل حاجه يعني تدينا كده شويه انتعاش. فهنشوف مقاديره ونشتغل مع بعض. معانا تليفون. اميره صباح الفل، ازي حضرتك؟ ازيك يا اميره، عامله ايه حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله يا اميره، كله جميل. بقول لك انا دلوقتي عجنت عجينه البيتي فور، اوكي، فبعدين لسه باجي يعني برسم بيها، بتفرول مني كده ما بتترسمش. يعني بتحمليها بايه، في مكنه ولا بتعمليها في كيس حلواني؟ لا في كيس حلواني، فباجي بعمل طريه يعني بتفرول مني. طريه؟ طيب. يعني بتفرول مني كده الرسمه ما بتترسمش، مش بتنزل مرسومه يعني، صح؟ طيب هتزودي لها شويه دقيق، هتزودي لها شويه دقيق. زودت لها دقيق بس ما فيش فايده برضه. لا ما بصي دي كده الدهون او مقدار الزبده اكتر من يعني من اللازم، يعني محتاجه تاخد دقيق كمان عشان تظبط معاكي، عشان القوام يبقى مظبوط معاكي. او برضو في حاجه البودرة. لا مش سكر بودره، ممكن تعملي حاجه تيست كده قبل ما تزودي الدقيق، حطيها في الثلاجه، ممكن تبقي استخدمتي الزبده سايحه شويه او الزبده مش ماسكه شويه، فحطيها في الثلاجه. لو بعد يعني ما حطيتيها في الثلاجه، حطيها في الثلاجه شويه، لو بعد ما طلعتيها من الثلاجه وجيتي تشكليها ما ظبطتش معاكي يبقى لازم تزودي لها شويه دقيق. يعني ازود لها دقيق الاول؟ حطيها في الثلاجه، اتاكدي بس ان انت ممكن تكوني استخدمتي الزبده سايحه، هي المفروض الزبده ما تبقاش سايحه، فالزبده السايحه دي تغير لك القوام بتاع البيتي فور خلاص يعني. يبقى ايوه انت يعني استخدمتيها سايله؟ يعني في الثلاجه. استخدمتي الزبده سايله؟ سايحه؟ سايحه شويه. لا حطيها في الثلاجه شويه، لو بعد ما حطيها في الثلاجه ومسكت سنه، ما تحطيهاش وقت كبير يعني، ومسكت سنه وشكلتيها اتشكلت معاكي حلو يبقى تمام، ما اتشكلتش معاكي كويس يبقى محتاجه لسه شويه دقيق. خلاص ماشي؟ ماشي ماشي حبيبتي، صباح الخير عليكي. صباحك جميل يا حبيبتي، تسلمي. تعالوا بقى ايه هنشوف مقادير البودنج، هنعمل بودنج حلو قوي بالشوكولاته وكراميل، تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. محتاجه لكاسات البودنج الكراميل والشوكولاته، محتاجين بسكوت مطحون، ربع كوبايه من الزبده السايحه، عندي بودنج الشوكولاته محتاجين له كوبايتين من اللبن، وعندي سكر حوالي نص كوبايه يعني من السكر على حسب يعني الرغبه، برضو تلت كوبايه من النشا، وعندي تلت كوباية سكر، احنا كده عاملينهم مرتين فهي واحدة بس،
تمام، وعندي كوبايه الا ربع من الشوكولاته الخام وقهوه سريعه الذوبان، يبقى والبودنج بتاع الكراميل محتاجين له نص كوبايه من السكر وكوبايتين من اللبن وتلت كوبايه من النشا. هقول تاني المقادير: محتاجين بسكوت مطحون وربع كوبايه من الزبده السايحه، وبودنج الشوكولاته محتاجين له كوبايتين من اللبن وتلت كوبايه من النشا وتلت لنص كوبايه من السكر، وعندي كوبايه الا ربع من الشوكولاته الخام وقهوه سريعه الذوبان، وتقدروا تشيلوا القهوه سريعه الذوبان لو انتم مش حابين. وعندي كمان بودنج الكراميل محتاجه له نص كوبايه من السكر واتنين كوبايه من اللبن وتلت كوبايه من النشا. تعالوا كده ايه نشتغل واحده واحده عشان قبل ما نطلع فاصل، يعني هستنى كده ايه البودنج يتقل شويه هستغل الفاصل في الموضوع ده. بصوا انا عندي في حله منهم هشتغل حلتين، هعمل بودنج الكراميل في واحده وبودنج الشوكولاته في واحده. اول حاجه هحط كوبايتين اللبن، انا عندي الاثنين فيهم كوبايتين لبن، هحط كوبايتين اللبن في بودنج الشوكولاته. تمام، هجيب بس النشا كده والشوكولاته والسكر والقهوه سريعه الذوبان، وهبدا ان انا افك النشا اللي عندي. كنت ممكن كمان ندوبهم قبل ايه ما ندخلهم، بس خلاص احنا حطينا اللبن، هفكهم بشويه ميه او بشويه لبن برضو ايه على البارد. مهم قوي النشا على البارد يا جماعه، النشا ما ينفعش يتدوب على السخن. اهو هدوب كده النشا، دوبوه انتوا في اللبن قبل ما تحطوه. تمام، هحط كده النشا ادوبه خالص قبل ما احطه على اي حاجه سخنه، مهم جدا. انا حتى رفعت اللبن من على النار لو خدتوا بالكم عشان ما يكلكعش معايا. اهو النشا بدوبه على البارد وبحطه على كوبايتين اللبن، او بدوبه في كوبايتين اللبن على البارد عموما، بحط فيه الكوبايه الا ربع من الشوكولاته وبحط فيه معلقه القهوه سريعه الذوبان ونص كوبايه السكر، وكده البودنج بتاع الشوكولاته عندي اهو. بصوا بقلب كله، شايفين بيتقل ازاي؟ اهو كده البودنج جاهز تماما، شايفين اتقل ازاي؟ اهو الشكل ده. تمام، مش عايزه قوامه تقيل قوي، عايزاه متوسط حلو خلاص. طب هنيجي للثانيه، للبودنج بتاع الكراميل. كراميل يعني لازم اكرمل سكر، عندي نص كوبايه السكر هسيبها تتكرمل، وتعالوا نطلع بقى فاصل ونرجع بعد الفاصل نظبط كل الحاجات دي مع بعض. هبدا بس ايه اشيل بقى الحاجات اللي مش عايزاها. احنا كده حطينا في بودنج الشوكولاته كوبايتين اللبن، دوبت فيهم تلت كوبايه النشا، حطيت عليهم نص كوبايه السكر، الكوبايه الا ربع الشوكولاته الخام، وحطيت كمان معلقه قهوه سريعه الذوبان، بقى جاهز عندي تماما. طب البودنج بتاع الكراميل محتاجه له برده كوبايتين من اللبن، وعندي النشا تلت كوبايه النشا اهو هحطهم ادوبهم، وحطيت نص كوبايه السكر تتكرمل على النار اهي. بصوا ابتدت اهي تتكرمل، هسيبها بقى تسيح خالص واقلبها لحد ما تكرمل، لحد ما ترجعوا لي. هقلب النشا مع اللبن لحد ما ترجعوا لي من الفاصل نكمل بقيه وصفاتنا. استنونا. رجعنا لكم تاني، احنا البودنج بتاع الشوكولاته خلاص كنا مخلصينه من قبل ما نطلع الفاصل، وانا شلت الكراميل عشان خلاص بصوا السكر اتكرمل اهو بالشكل ده، عشان كان اكتر من كده هيتحرق فايه فشلته من على النار. تمام، اتكرمل تماما، هاجي احط بقى عليه كوبايتين اللبن اللي انا حاطه عليهم تلت كوبايه النشا. اول ما هنزل كل الكراميل ده هيجمد، هيبقى زي الازاز، مع التقليب هيفك تاني اهو. بصوا اهو ده عادي خالص، مع التقليب كله هيفك تاني على النار. هبدأ بقى احطه كده على النار وابدأ، بصوا شايفين بقى عامل زي الازاز بالظبط، شايفين مع التقليب كل ده بيفك وبيتقل بقى بالنشا اللي احنا حاطينه. هقلب كده تقليب مستمر لحد ما كله يبقى سايح ويسيح عندي في اللبن اهو. بفضل اقلب 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 لحد ما كل الكراميل ده يسيح خلاص اهو. كل الكلام ده هتلاقوه ايه ساح مع التقليب. بصوا ابتدت اصلا كل مدى بتصغر اهي، بصوا بتصغر وبتتفتت ازاي، شايفين
اهي. تعالى يا اسلام قلبها كده. وتعالوا احنا ايه الزبده هنقوم حاطينها مع البسكوت. ونبدا بقى نجيب الكاسات نعمل الكاسات بتاعتنا. معلقه بس. بس كده. يلا قلب انت. تعالوا بقى ايه نعمل الكاسات بتاعتنا كده. هحط الزبده مع البسكوت بالشكل ده. هخلطهم كويس جدا. كده. اهو. هبدا كده ايه اخلط كل الزبده بالشكل ده عندي. احط طبقه البسكوت اهو اهو كده. نبدا نجيب بقيه الكاسات ونعمل بيها الطبقات بتاعتنا. شايفين الكراميل ساح خالص اهو وبيتقل من النشا اللي احنا حطيناه. حط البسكوت. تمام قوي. شكرا. نبدا بقى ايه حطينا خلاص طبقه البسكوت. نبدا نحط طبقه الشوكولاته اهو. طبعا ممكن تعملوها في بايركس كبير او حاجه لو انتوا حابين يعني ايه تبقى معاكم في حاجه يعني كبيره ما تبقاش كاسات. عارفين اللي زي الزبادي بتاع الشوكولاته الجاهز ده طعمه بيبقى زيه بالظبط اللي بيبقى فيه منه الكراميل والشوكولاته هو ده. تمام. اللي بيتباع في علب الزبادي ده هو يعني احنا عاملين زيه يعتبر شوكولاته وكراميل. طبعا نوع الشوكولاته اللي انتوا بتستخدموها براحتكم خالص اشتغلوا بالنوع اللي انتوا حابينه اهو كده بالشكل ده. طبعا لازم يتغرف وهم سخنين عشان لو برد خلاص البودنج هيبرد ومش هنعرف نغرفه. نبدا بقى نعمل الطبقه الثانيه. اغرف الطبقه الثانيه اللي هي الكراميل اهو. بصوا لو لقيتوها تقلت شويه حابين تحطوا شويه لبن عليها ممكن برضو تعملوا كده اهو. بصوا ببدا بقى ايه شايفين تقيله سنه عايزين نخففها شويه بشويه لبن. اسلام اديني شويه لبن اهو. تقلت سنه خففوها بشويه لبن. سهل جدا ان احنا نخففها بشويه لبن اهو. خففها كده بشويه لبن يا اسلام. وتعالوا ايه احنا كده بنعمل الطبقات لحد ما بنخلصها. اعملوا بقى الطبقات اللي انتوا عايزينها. شكلوها حطوا لها شويه شوكولاته كده مبشوره من فوق على حسب ما تحبوا. تعالوا بقى ايه نعمل الفته مع بعض اهو كده. نبدا بقى ايه نحط العيش بتاعنا نوزعه كده بالشكل ده. ناخد كام بس واحده كده ازين بيهم في الاخر. وابدا اجيب الرز بتاعي اللي على النار. يلا فكوا اسلام بسرعه. ونبدا بقى ايه نغرفه كده على العيش بتاعنا اهو كده. نشيل بقى ايه بالشكل ده كده. ببدا احط اوزع على العيش. طبعا بقى ايه شيل ورق اللورا والقرفه والكلام ده كله. كل ما تلاقوا حاجه ايه شيلوها اهو. طبعا الرز ايه مولع. كل ما هقابل بقى حاجه كده ورق اللورا او القرفه او الكلام ده كله هشيله بمنتهى السهوله اهو. هوزع كده الرز عندي اهو بالشكل ده كده اهو. وابدا بقى ايه احط الفراخ. اوكي اوكي اهو كده. هبدا بقى ايه احط كده الفراخ بتاعتي بالبصل بالكلام ده كله فوق الوش اهو كده. ونحط بقى ايه الزبادي
بالشكل ده. حطوا بقى اللي انتوا عايزينه، ممكن احط شويه عيش تاني كده زين بيهم فوق الوش، التظبيطه دي زي ما انتوا حابين. الاسلام امسحهم واحطهم. حط بقى شويه كزبره خضراء كده، شويه سماق، احلى فته اهي زي الفل، مش محتاجين اكتر من كده. بصوا الجمال، شوف كده حاجات الزياده دي نحطها اهي، ويلا بينا نقدمها. يلا بينا، يلا تعالوا بقى ايه نقدم كمان البودنج. سيبهم يسيبهم، حط بقى شويه شوكولاته كده ايه فوق الوش نزين بيها. زي الفل، جميلة وطعمها حلو جدا، والولاد كمان هيحبوها. وممكن كمان تعملوا بقى بودنج الكراميل ده لوحده، بودنج الشوكولاتة لوحده، على حسب ما انتوا حابين. دي كده كانت حلقتنا، احنا النهاردة عملنا فتة شاورما، وعملنا البوريك بالسبانخ، وعملنا كمان بودنج الكراميل والشوكولاتة بالبسكوت. طبعا كان نفسي يبقى في وقت اجاوب على الاسئله، سامحوني بكره قبل ما هبدا والله الحلقه، قبل ما ابدا المنيو، قبل ما اعمل اي حاجه، هجاوب على كل الاسئله، الصبيت واللازانيا وعلى كل حاجه ان شاء الله، وكيكه الشوكولاته، كل الكلام ده هكتبه النهارده، وبكره اول ما هبدا الحلقه ان شاء الله هجاوب عليهم كلهم. ان شاء الله اشوفكم بكره في يوم جديد وحلقه جديده من الطبق طبق.